ذكريات المعركة الخالدة يرويها العميد الركن المتقاعد محمود أبو وندي قائد السرية الأولى في كتيبة الدبابات الخامسة وأحد رموز المعركة آنذاك. النصر كان مؤزر ومعركة الكرامة غيرت التاريخ. احنا استعدينا استعداد كامل حقيقة. المعلومات الاستخبارية من القيادة العامة كانت تردنا تباعا وحددونا ايضا ساعة الصفر. تمكن العدو من اجتياز النهر الساعة 5:30 صباحا، تمكن العدو من اجتيازها بعد قتال شرس مع القوات الأردنية قوات الحجاب، وتمكن أيضا من الاندفاع. تحركت أنا للالتحاق باللواء حطين، بلواء حطين مشاة، لواء حطين مشاة. تحركت من هون تحت السيطرة الجوية للطيران الإسرائيلي، وأيضا هذا يدرس في التاريخ حقيقة، لأنه طريق ضيقة ودبابات ماشية والسيطرة الجوية للعدو الإسرائيلي، وتمكن العدو الإسرائيلي من تمييز دبابتي أنا كقائد سرية آنذاك، فرمى الدبابة، انجرح عندي واحد قتل، والدبابة استمرت بالمسيرة للمعركة. بالمعركة هناك لقينا قائد اللواء شرح لنا انه العدو واصل هنا، فتمكننا احنا من القيام بالهجوم المعاكس على العدو الاسرائيلي، واستطعنا ان ندمر دباباته والياته، وايضا تمكننا من انه احنا نطرد العدو من المنطقه هذه.